في تاريخ الحروب على مر العصور، عادة لما بيتواجه جيشين بتكون الغلبة والكفة الأرجح للجيش اللي بيمتلك سلاح أقوى. وبنقدر نقيم قوة السلاح بحاجتين: إيه هو الدمار اللي قادر إنه يصنعه، وإيه مدى دايرة تأثيره. وعلى سبيل المثال، وهو أشهر مثال، اللي حصل في الحرب العالمية الثانية، تفوق عسكري مبدئي للجيش الألماني، لكن انتصار بيكتب لدول الحلفاء بسبب سلاح له قوة تدميرية رهيبة جدا، ودائرة اتساع تأثيره كانت واسعة جدا. السلاح ده هو القنبلة الذرية. لكن تعالى أكلمك عن أقوى عدو وأقوى سلاح واجه البشرية. عدو اسمه إبليس، وسلاح اسمه الموت. عشان نقدر نقيمه بنفس الطريقة، هنلاقي إن الدمار اللي قادر يصنعه هو الفناء ذاته، ودائرة تأثيره هي كل نفس حية. وقدام عدو بالقوة دي انكسرت البشرية وأعلنت انهزامها بالكامل. لكن وسط المشهد المظلم ده بتيجي نبوءة على فم أشعياء بتقول: ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب، النقاب الذي على كل الشعوب، والغطاء المغطى به على كل الأمم، ويبلع الموت إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع من كل وجوه، وينزع عار شعبه من كل الأرض، لأن الرب تكلم. ويقال في هذا اليوم: هذا هو إلهنا، انتظرناه فخلصنا. لكن إزاي ينتصر اللي مش موجود في ساحة المعركة؟ تعال أقول لك إزاي تنازل الله لساحة المعركة دي من كلمات رسالة للعبرانيين اللي بتقول: إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، تشارك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت صاروا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. أباد يسوع الموت وابتلعه. ومفيش كلمات أجمل من اللي بيقولها الرسول بولس إعلان لهذا الانتصار: قد ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ تعال نحتفل بهذا الانتصار، لأن انتصار مش عادي. تعال نقول أنه قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة الراقدين. فرحتي وعزايا لما محت لي ذنوبي واديتني الأمان. اتنازلت يا سيدي، جيت وخدت بإيدي، بقيت لي يا سنيدي وستر وحماية. Yeah.
خطايا وفيت كل ديوني ومنحتني غفران. كنت عشاني أخدت مكاني وبالتعارض بدني حياة غفرت الخطية وصرت ليا باب الرجاء. كنت عشاني أخدت مكاني I'm